تعالوا كده تعالوا كده واحنا رقم الانتخابي 69. ده وائل حامد ده ولا وائل صوادق؟ وائل حامد دي. هنا الاول هنا الاول دقيقه واحده دقيقه واحده ما تحطوش بقى دقيقه واحده. اسمك موجود؟ اه اسمي موجود طيب؟ اه تعالى عشان خليه اللحن شغال اهو. سيادة المستشار تاني دي ورقة ترفعه كده ورونا بقى ورق كلهم ينفع اساسا الله يبارك عليكم. بس انا ما عندي طبعا بالراحه بص بالراحه دي اهو دي اهو فتح الواد ده بص بص. وطبعا احنا النهارده جايين بنشارك دور وطني وايجابي ان لازم يجي كل بني ادم يخرج من بيته فرض عليه لازم يجي يحط رجله بصوته ويختار المرشح اللي هو يخدم دايرته. والله احنا جايين نشارك النهارده بدورنا بحيث انه يكون ايجابي ان احنا ندلي بصوتنا ونشارك في الانتخابات بتاعت مجلس الشورى بحيث ان احنا نشوف المرشح الافضل لينا ولدايرتنا اولا ثم لشعب مصر ثانيا.